بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. نواصل بنعمة المسيح تسبحة كنيستنا المباركة عن أمنا العذراء مريم. السلام لك يا مريم. تكلمنا امبارح عن السلام لك يا مريم خلاص آدم، وإن كان العنوان بنقول آدم لكن شملنا معاه أيضا نوح وإسحاق القديس وأشعياء وأخيرا الخلاص أم الملجأ. علاقتنا النهاردة أو رسالتنا النهاردة السلام لك يا مريم تهليل حواء. رسالة اليوم علاقة التهليل والفرح بأمنا العذراء مريم مع شخصيات العهد القديم. يقول كنا التهليل والفرح. أمنا العذراء مريم أول ما سمعت العقوبة بتاعتها وبسبب السقوط في الخطية ولعل ارتبط اسمها مع كل البشر، حواء هي السبب. ما يزعلوش مني السيدات وليس هي عنصرية، لكن ده اللي ارتبط في ذهن البشر. عشان كنا نقدر نحن ندرك يا أحبائي انه حواء فعلا كانت حزينة. حواء حزنت لأنها سقطت في الخطية، وبالتالي كل البشرية بعديها محرومين من ان هم يكونوا في الفردوس، محرومين ان هم يكونوا مع المسيح. بسقوطة سقطت كل البشرية أيضا. عشان كده أكيد كان في قلب حواء كان في حزن، ولكن بالرغم من إن هي نالت العقاب الإلهي الجزاء على الخطية بتاعتها، لكن لما جاء رب المجد يسوع مولود من امرأة تحت الناموس اللي هي العذراء مريم، تحول هذا الحزن إلى تهليل وفرح. عشان كده الخلاص اللي تكلمنا عنه مش بس خلاص لآدم، ده كمان أيضا خلاص لحواء اللي هو دخل جوا قلبها هذا الفرح والتهليل. عشان كده نقول كده يا أحبائي هذا التعبير اللي قالوا الآباء، هي نفس عن نفسها تقول كده: أنا حواء الأولى الساقطة، إنما بنتي العذراء مريم هي حواء الثانية وهي المنتصرة. وزي ما كان آدم الأول هو الساقط، جاء رب المجد يسوع آدم الثاني وهو المخلص. عشان كده رد لينا هذا الفرح. إذا تحول الحزن إلى فرح قلبي. السلام لك يا مريم تهليل، يعني فرح قلبي. ثاني حاجة يا أحبائي في الفرح، السلام لك يا عذراء يا مريم فرح هابيل البار. هابيل قدم الذبيحة بتاعته وقبلها الله بفرح وبسرور، لكن زي ما بيقولوا في المثل يا فرحة ما تمت. ايه يعني؟ بالرغم من انه هابيل فرح، لكن هذا الفرح اتشال منه بسبب ايه؟ بسبب انه اخوه قايين قتله، وبالتالي نزل إلى الجحيم هابيل، وكأنه كان إيه؟ كان منتظر إنه يعاد له هذا الفرح مرة تانية. وإذا كان الله سر وقبل ذبيحته الدموية، فكانت هذه الذبيحة الدموية إشارة إلى ذبيحة رب المجد يسوع اللي بنقول عليها الغير دموية. يعني إيه؟ ليس بدم تيوس وعجول، ولكن بدم نفسه. عشان كده نقول عليها إن هو الذبيحة الحقيقي، وأعطاه ورد ليه الفرح الحقيقي. يقول عنه الآباء هذا التعبير: فرح الفرح الحقيقي. السلام لك يا مريم فرح هابيل البار، أي أن الفرح الحقيقي كان إنه هو يقدم الرمز اللي هو الذبيح الحقيقي رب المجد يسوع. يا أحبائي ثالث علاقة، وهي السلام لك يا مريم بعد هابيل ندخل على يعقوب. السلام لك يا مريم تهليل يعقوب البار. يعقوب فرح بإيه؟ فرح بالبكورية، فرح بالبكورية اللي أخذها من أبوه إسحاق، حتى وإن كان بالحيلة
بالغش والخداع بس فرح، لكن نرجع ونقول ايه ايضا فرح، ايه فرحة ما تمت ليه؟ لانه اول ما اخوه عيسو سمع بانه يعقوب تحايل واخذ البكورية منه واللي هو فقدها باكلة عدس، على طول ابتدى ان هو يطارده وابتدى ان هو يمشي وراه عشان ايه؟ عشان يقتله. عشان كده فضل يعقوب هارب من وجه أخيه عيسو. كانت النتيجة إيه يا أحبائي؟ كانت النتيجة وصل إلى حاران، وهناك صادف مكان بيت فيه في سفر التكوين أصحاح 28 وعدد 10 و11. في المكان دي شاف يعقوب إيه؟ الحلم الجميل اللي لا شاف إيه؟ شاف سلم من الأرض إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، سلم منصوب على الأرض رأسها يمس السماء وملائكة الأرض صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليه أو على هذا السلم. في تكوين 28 يعقوب صحة فرح بهذا الأمر لدرجة أنه قال كده: ما أرهب هذا المكان وما ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. ولكن بعد هذا الفرح اختفت الرؤية، اختفى الحلم، فضل مع خاله لابان 14 سنة وتكمل القصة بعد كده عن يعقوب. لكن ايه الفرح بالنسبة ليعقوب؟ السلام لك يا مريم، عملت ايه؟ العذراء مريم جات وحققت هذا الحلم، السلم المنصوب. كانت العذراء مريم ترمز الى هذا السلم اللي حملت رب المجد يسوع في داخله بموته على الصليب، واللي عمل ايه؟ وحد الارضيين مع السمائيين. ده السلم المنصوبة من الأرض إلى السماء. يوم ميلاد السيد المسيح له المجد ظهر الجند السماوي وقالوا كده: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ويوم الميلاد ويوم موت السيد المسيح صالح الأرضيين مع السمائيين. إذن رجع هذا التهليل وهذا الفرح مرة أخرى. آخر حاجة في علاقة النهاردة أحبائي في التهليل والفرح نقول عنها كده: السلام لك يا مريم فرح كل الأجيال، فرح الأجيال. العذراء مريم إن كان في وقت من الأوقات كان في ناس بيفرحوا أو ناس حزانة زي حواء أو فرح مؤقت زي هابيل وزي عقوب، لكن فكم وكم يكون الفرح لكل الأجيال، كل البشر على ممر الأزمان. يقول عنا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى أصحاح 15 وعدد 22: كما في آدم يموت الجميع، وده الحزن اللي كان والظلمة على كل البشرية، كذلك في المسيح يحيى الجميع. قبل الميلاد كان كل الناس قبل الميلاد مرهونة بمجيء المخلص، يا ترى حياجي ويتحقق الوعد أن نسل المرأة يسحق رأس الحية ويرد آدم وبنيه إلى الفردوس مرة أخرى. طب وبعد الميلاد؟ بعد الميلاد كانت الخليقة كلها فرحانة بهذا الخلاص. الرسالة اللي احنا نتعلمها يا أحبائي، أي فرح احنا عايشين بيه الأيام دي، أي فرح هو في حياتي؟ هل هو فرح العالم؟ هل هو فرح الإمكانيات؟ هل هو فرح الممتلكات؟ هل هو فرح أفراح العالم الزائلة أو أفراح العالم المملوءة بالشر والخطية، أم هو الفرح اللي قال عنه الكتاب المقدس: أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. النهاردة قل له: يا رب فرحني بشخصك، فرحني بوجودك في حياتي، فرحني بخلاصك، فرحني بالأبدية. الفرح الذي لا ينطق به فرح مجيد، فرح أبدي. مسيحنا القدوس يفرح قلوبكم بهذا الفرح الأبدي. السلام لك يا مريم فرح كل الأجيال. وبالتالي فرحنا الحقيقي هو رب المجد يسوع، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.